مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. شو البحر عاد غدا ما زينه؟ ليش؟ أو شو السبب؟ استغفر الله، لأن الحين من شاف الناس كلها بترد. اليومين اللي نحن موجودين في البحر، البحر عياي بوي لطام، لا إله إلا الله. كان يروغك البحر، يقولك الخلق هالخلق خمثرك خمثرك، كان يقول لك. والحين يرحب 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 وغادي غير نمونه، لا اله الا الله. يا الغياض مكثره، كان شيء غايض. حتى البحر في عند العند اللي في الدنيا كله ابوي ثرى في البحر، طالع الباي كامله سجي، طالع وين ساكه ساكه العاف. سبحانك يا رب، ما كذي سويت النمونه الماي كان وانا واعي من الصبح، كم قريت من المسجات وكم طالعت وكم الدنيا. الراقد مخر البحر الساعة 12 بعد 11 ونص راقد، ما ادري شو وعني من صباح الاخير، ما ادري شو اللي خلاني انش من صباح الاخير. لا اله الا الله، اروح مشكله ما بمشكله، شبعان رقاد. بعد شو اللي يرقد اللي فيه رقاد واللي ما فيه رقاد، خلاص ترى جسم من يتشبع. بعد بيني يقولون البنادم وانه من يكبر ما يرقد وايد، أربع ساعات أو إنه ساعة ثلاثة، خلاص بنش الساعة ثلاثة الليل ظلمي. يلا يومكم جميل، نام سخراف عادة. ها هلا حبيبي، بي بعد شوي الساعة عشر بضها ما دع على هواك. هي هي تعال العصر الصبح، أنا بفر انا حين في البحر ولين اتريق ولين ما ادري شو. صحه وعافيه. صحه وعافيه على قلبك يا حبيبي. اجيت لحم لحم، اي لحم؟ البارح العشاء ما صورت العشاء انا. تطريت سمك ما الغداء. ايوه العلب. زين حبيبي. طبيعه لحم. ايه هامور بياح بالحال وجدته. زين حبيبي، ثانك يو. حرامي ان ما شيء اخير عن هالصباح، ما شيء اخير عن هالصباح ابدا. يا ربي انك لا تغير علينا الا الى الاحسن. ما زين الطبيعه وما زين الجو وما زين، ما زين العرب الطيبه والحيه. يا حي الحياه، يوم يقول لك يا حي الحياه يطرون ابوي العرب الحيه، عرب اللي عنده محركه وشيء شيء دغش، شيء سؤال وجواب، شيء سير وشيء يي، شيء علم وشيء خبر. هاي يوم يقولك حي العرب الحية، الناس الطيبين اللي تاخذ وتعطي الحديث والكلام وترمس. الرمس ارتحت الرمسته وياه، الرمسك ارتحت رمسته وياك، ونرد عليك الجواب لأن جوابه موسيقي. سمعت هذا شوه صوتك الموسيق في الهاتف الفاني؟ اي والله صوتك الموسيق في الهاتف الفاني. هالقصيد الاولي الهم الجنه هلا. يا ربي ما زين الجو، ما زين البحر، ما زين السيره، وما زين اليي للي ابوي شالت النهري وله ابوي، وفيه وشاب وفيه للسير واليي. انصح ابوي انه ما يقر، يظهر شرق وغرب، يفر يفر بالروح العزيزه. لا حج ابوي على جلسة البيت، لا حج ابوي على جلسة البيت، لا حجين على جلسة البيوت اللي ما توجف الا يا غداي يا عشاي، يا غداي يا عشاي. وهي لبيت صك وحك، هتشوفوني اصبحني يمسني يتضاربن ويا البشاشير ويا البشكارات تقارن. قلت لا حين ما يظهرن، ما يظهرن، وحاطة دوبهن دوبت ودوب الخدامات. ما تشوف الخدامة ما تقر، كل شهرين خدامة، كل شهرين قلت الشغل من قلت ضمنه من قلت المهره، لا شغل ولا ضمن. ويازم ابو حاطه دوبهن بندوب الخدامات، الخدامه العامله المساعده، العماله المساعده في المنازل، ايوا فقاره من بلادهم لين هالدار، من اخر الدنيا لين بلادهم، من بلادهم اخر الدنيا لين عندكم. يودروا الانهار والخير والخضره وهاليتهم والليلهم ليايات يبن يعيشن وياي يبون يعيشون. نحصلوا الطيب عاشوا
وسكنوا لو لكن انحصلوا الفتنة والمواقع وعن الله نضي يصبح لين يمسن إلا السيفري والترس لك هتن وحدة كأنهن يايات هاي لك من ربع الخراب. احنا بتر بعد أوادم يجين عن ثر غربة متولهين على عيالها، يمكن اليوم عندها حالة نفسية، يمكن اليوم بسكارة شي بلاها، ترى حالها حالك انت ما بنتي غير حينة. ترى العوامل اللي تيج التغيرات هاي الشهرية تيها الفقيرة، بعد يستوي لها الفقيرة بنادم ظهرها يعورها بطنها غير ما ترمس متحملة لجل بنتتين يروح طبعانة هوس على تريتشة طبعانة هوس على تريتشة ولا لا 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 ما تصبح اللي انت مسن هدن على البشكارات ما بيقرن لو ميتات مليوع لو ميتات مليوع ما بيقرن ما حد يرضى على عمره بالكلمة القاصرة والمفاتن والصدع والديانة كل يوم عيشه هي عيشه يا يتساعد ومفاتن وصدع وديانة وتوز ووقعة لا أحد منهم حد منهم حتى المعاشات ما يحصلون من الكفلاءهم. أنا مستعيب منهم هالبشكارات شيء شارات الدبش قرب لكن الله الحكومة ضامن تلكن حق أنت والبشاشير العمال أي حد أبوي ما يعطونه معاشه ولا يتأخرون على طول أبوي يا ليت عندي أبوي جميع اللهجات اللغات اللغة يا ليت عندي اللغة. شو هاي قزاز لا إله إلا الله زين يا ليت عندي أبوكم هذا كان بترجم رمستي أبوي كله بالفلبيني بالتايلندي وما أدري إيش قايل يا ربي القزاز الله يكون في عون العيال. ها تعالي شو اسمك هذا هاي يزاز ما ادري شو الانجليزي اليزاز شو يسمونه ها بين البنيات ها يزاز اقولكم نبغى حد يخبرهم ولا ينزل تعميم ان اللي بتشوفونه تاخر شهر والشهر ها الشهر الاول والشهر الثاني عن مدة المعاشات البشاشير ما يعطونه معاش هب ما يعطون ما يخلوني يكفل حد. ترى انا ما ارمس من فراغ والله يبكم يا شيء من اللوادم يعني يكدون البشاشير كد اليهد ما يروفوا بهم لا يقيلون ولا يكدونهم كد لا فوق هذا يخرون معاشات بشهرين والثلاث والاربعة زين ما عندك انت لتيب عمال مساعدة لتيب لا دري ولا طباخ لا خدام هي نعم فسر عند رعانك ورب العيال ما حد قال لك ابوي تعرس تسوي بيت ولا تسوي لك مكنب وعزب انت ابوي ما عن تركت دي معاشات العمال لازم بي يشرد العامل يوم انت ما بتعطيه معاشه ما يبي يرد ابوي على بلاده بخفي حني ظاهر من بلاده لهني بيعيش يبي يكد على اهله بي هني وانت بتمانيه الا اليوم وباشر معاشات عقب 3-4 شهور ما تعطيه هاي بعد ما شيء بخوفه من الله حد من العرب في كل البلاد هذا موجود التحرم بس الا في شرق ولا غرب منهم يكدونهم كد اليهد كان ذكر ولا انثى كانهم جايبين ريايل لو حريم يكدونهم وعقب ابوي المكده كلها ظهروا فيهم خله سووا لهم قرقعه هي نعم ما شيء انسان ما يغلط يمكن وحدة تسرق ولا واحد يسوي شيء غلط ولا سبحان الله ما عليه لكن أرقام كبيرة ما بالله أرقام كبيرة لا لو يبون يسوون شيء غلط سووه في بلادهم كل آدمي على كل الأحوال إذا وليتم فارحموا وإن بغيت أبوي العمالة تعيش عندك والله يطرح البركة في رزقك وحلالك وهالبيتك حتى لو ما كانوا مسلمين روفوا بهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حتى لو عندكم جايين متلايين فرض الله وعندكم عايشين لا تحرمونهم من الكلمة الطيبة لا تحرمونهم من العطية الزينة شسوة الزينة ترى وايد زين إحساس وايد جميل حط عمرك أنت مكانه هذا حط عمرك مكانه اللي جاي من آخر الدنيا يبي يشتغل حط عمرك اللي جرى عليه ويابه يابته الحائل لو ما بالحاي والله ما شاهد وجهك والله ما شاهد وجهك ولا شاهدت وجهك هالبشكارة بتي من آخر الدنيا بتودر الانهار وشير النارين وغاديات في بلادين هن شرات غاديات بلادين هن شرات عود الموز
ركن موز بين ساجيتين وين ما مال التوى. هي نعم في بلادهم، بلادهم جنة، لكن جايبتنها فقار الحاي، جايبتنها الحاي، جعلوا عماركم مكانها. بتصيرين من دار لين ديره بتنهانين وصدع وديان ووقع وشي منهم ضرب بعد، هب الله هذا ضرب ودبغ، بتصيرون مخابة تشوفون العجب. الله اكبر يا شي من الحريم شر، ما تقر البشكاره، كل يوم بشكاره، كل يوم بشكاره، كل يوم بشكاره، الشهر 30 ليله ما حد متغربن الا هل بالمكاتب. يا بولكم تبون هتي صليه وعميه وطرمه، انا ابو صمم بكم لا يفقهون، ما يستوي حد رويح فقيره نفس من اخر الدنيا لين عندكم، وبي يلسن وبي يخدمن وبي يشلن وبي يحطن، ما عليه ترى بتغير بيئتن عن بيئه، ين من هاك الدار ويا في بلاد ثاني يبالهن صبر اسبوعين ثلاث شهر، خذن وعطن فيهم وله على عيالهم فيهم فيهن حالهن حال الحريم، ين ابوي وعاشن عندكم. ينبغي ان المروفه لازم يروف روف روف بالعرب اللي جايتنكم هاك انا ان شاء الله، نيبالي ولا هندي ولا بشكر اللي يكون، اي كان ايا كانت ديانته، هالي بي اسمه بني ادم، الله بعد حد من العرب مصينه. ترى المفروض اليوم يكون يوم لا، لكن ما ادري ليش اليوم اصبحت الصبح جلب العداد، طلع اليوم ما بيوم، طلع اليوم ما بيوم لا، ما بغيت انه يكون يوم لا، ليش يكون يوم لا؟ اسبوع الجاي بتسوي سيره، شي سيرتين، شي سيره مصر وشي سيره الكويت. سيره مصر اظنيها الاربعاء، الاربعاء والخميس والجمعه والسبت برد، زين بجلس الاحد، الاثنين والثلاثه بكون في الكويت، الاثنين والثلاثه بكون في الكويت اذا الله راد، شي بعد شغل هناك. بعد ما يعني خبر عاد اخبر انا ولا ما اخبر. مصر الخميس هذا، لا الاربعاء هذا ترى، الاربعاء او الثلاثه على حسب الحجز، لقطنا حجز الثلاثه المساء، طرت اظني الثلاثه، اظني الثلاثه، ثلاثه والاربعاء والخميس، ثلاثه في الليل طياره المساء ان شاء الله، ثلاثه والاربعاء والخميس والجمعه والسبت ورد الاسبوع هذا مصر. بأي يوم السبت بجلس الأحد في بيتي، بسافر الاثنين والثلاثة الكويت، الاثنين والثلاثة، هي الاثنين والثلاثة تاريخ 25 26 بكون في الكويت، 25 26 بكون في الكويت، بي 27 27 بي من الكويت، خلاص أعطني بيكون يوم الأربعاء، بيكون الله أعلم بش من الأيام بيكون. البرنامج خبرناكم عنه، هذا نسبة لسيرة الكويت وسيرة مصر. مصر بس كم في الفور سيزن اللي في النايل سايت، وين في الجاردن سيتي هناك سكنتي، في مصر فندق الفور سيزن اللي ضار يسكن فيه طويل منهن اللي مشاهد النيل، هب اللي هناك وين حديقة الحيوان، لا طرف هذا مشاهد حياة الجنسي، لا هب حياة الجنسي، يا رب حياة الجنسي تعيدونه، اللي في دبي طاح شيابي على بالي، ما كان حد سمى له حياة الجنسي، حد فندق كلا داري امور مش عارف يجي المرار من الطرف هذا، وين النفق ما ادري طيب وين يل. لا هذا الفور سيزن اللي في الجاردن سيتي اللي مشاه اللي عقب فندق سمي رميس طرف هذا، بيجلس ثلاثة ايام ان شاء الله او اربعة هي ثلاثة والاربعة والخميس والجمعة، اربع ليالي والسبت برد اسبوع هذا الجاي ان شاء الله. مصر بيكون وياي محسن، والكويت بيصير وياي، الكويت بيصير وياي الله يحفظكم شو اسمه ابراهيم توفيق الظاهري صديقي واخي العزيز، هاي حق سيرة الكويت ان شاء الله. بحاول اني يصير وياي مصر، كان بيطيب حلوه والله مصر، ابراهيم روحه فيلم، بحاول اودي احسن نسرنا هناك، ما بيقر عندي، عاوز اروح لمامتي، عاوز اروح لمامتي، كان مامتي عديبها من 100 سنه، هي والله
يلا بنام سعد خلاص. والله تاه الفلبيني جني 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 شو ما شاء الله عليه. واتضح ان في بلادهم هم عايشين، بلادهم عبارة عن مستنقع. مستنقع عبارة عن مكان ماء كله مغدر، وهم عايشين في هالمغدر. فلذلك يتفنن الفلبيني، يتفنن الفلبيني في الخدمة هذه. قرب الله تباهس يروم حتى دورين ثلاثة هي يسوي. باهس باهس أخي بروح تتكول. هي والله إن باهس ما يخلي شيء ما يسويه. وايدين يقولوا لي تراك أنا ترى أنتقد لي يستعملون هاي النايلون هذا الصمات هذا في بيوتهم. يقولوا لي كيف عيال تستعملها الحين هناك في البحر؟ هي نعم في البحر، هي في البحر هاي يسمونه للبحر للكشتات للمواقع المؤقتة. لكن في البيت يعني طاولة طعام مكلفة هالكثر ألف ينحط عليها النايلون هذا قنبو عبود ليش عاد؟ لو يصور هذا ريوقنا وهذا غش عشانه وهذا غدانا اتغدت الكلاب الضالة. قلنا لكن هذا يستعمل بس للكشتات، البيوت ما حد يستعمله. هذا النايلون هذا ما يستعمل. يوم انت من كل ولابد لهالكثر في تبويه بخل استعملي سيثرو الشفاف ما بيبين انه من قب عبود. لا تستعملي هذا تحطينه من تدعين العرب تعال تريق تحطين لهن مال المطاعم، لا طاوله وبيت وفله وقصر شداد بن عاد وتستعملينها قوم كتره ان شاء الله حد انك لا. هذا يستعملوه للبحر شرق غرب عندك دونك مني ما عليه البر. لكن في بيت فيلم كل ملايين وديكورات وثريات وصدع وديانه وانتي انا وانا ومخذني اختنا وتستعملين هاكم كتره لا تستعملي ولا عندك خبر. مارلون ايو جود ثانك يو مارلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يتخبروني هاي الغنيه اللي تغنيها البارحه يانا المطر برعود وكسر حوي سعوده او انا مني سعوده. بعد اللي ما يعرف سعوده بعد ما يعرف حد. حد ما يعرف سعوده؟ سعوده خدمة قوم البسطي. سعوده خدمة قوم البسطي. ومن استوت الدنيا هالغنيه غنت الاول في السنين الاوليه قبل عاد ما يظهر البترول وهذا حفظوه المفرخه والبنيات والناس كلها حفظوا هالمقوله. يا انا المطر برعود وكسر حوي سعوده، سعوده منو؟ سعوده مني؟ ما خبرتنا مني سعوده؟ سعوده بخدمة قوم البسطي. معروفه والناس كلها تعرفها بالله انا. الله بعد حد من العرب اسئلته غير نمونه، حد ما يعرف سعوده خادمة قوم البسطي؟ ليه ما يعرف سعوده خادمة قوم البسطي؟ هذا ما يعرف الوادم ابدا، هاي يدور له دار ابوي غير. شكرا شكرا يا مارلون، شكرا ثانك يو. والله في الامارات انتم تاكلون لحم الصبح؟ نعم ناكل لحم الصبح. منو ما ياكل لحم؟ من استوت من سلك الامارات اللي من استوت الدنيا ولين اليوم ولين بكره موجود في الامارات موجود. الصبح ياكلون لحم، ياكلون لحم على الهريس. الهريس شو يسوونه على الهواء؟ الهريس ابوي ما يسوون على الهواء. الهريس ابوي الهريسه تنخدم بلحمة العيل ولحمة لحم الهوشر ولحم العيول. هي نعم يعني لحم. والهريس يتريق قوبة ريوق، معروف انه ريوق لا بعشاء ولا بغداء. الهريس ريوق وفواله فواله وريوق، مش وجبة رئيسية الهريس. هذا قانون الامارات، هذا خلون رمز الصدق انتو زين. والفريد يصبحون الصبح يفردون يفردون ابوي على صخول يتفازن الصبح صبح الفجر يفردون ابوي اللقن كل لقن بيحطون عليه ذبيحه ونص ذبيحه ويحطون عليه ذبيحتين على حسب الضيف اللي جاي. تيوس يتفازن ضليعات تتحراها مراود مراود صفد. تيوس يتفازن ضليعات تتحراها مراود صفد. هذا من استوت الدنيا يخبزن الحرمات ويفردن الصبح ولي عنده صاحب صديق جاي على غفله وعنده دويتشات ذبحوا دويتش ولا اثنين ولا ثلاثه وفردوا عليه بعد مرقه لدياتشه ما شيء شرعت مرقه ويفردون عليها.
استوت الدنيا، ويسوون العرسي، العرسي والفريد والهريس، كل ابوي على لحم، كل على لحم. ونادر من النوادر، مستحيل يكاد ان يكون مستحيل حد يسوي فريد على دياي. شرات المنقود، شرات المنقود، الفريد لازم لحم. جود مورنينج ابو محمد، بحك الله بالخير. ابطيت يا ابوي. والله ناشي من الصبح ابو محمد. هي استميت التي في الفراش، ما ناشيت الفجر، صليت الفجر، قعدت ما عرفت ايش اسوي. بديت مره ثانيه. يا ابو كان بتفيزر من صباح الله خير، قبل ما ينظفون بشاشير حتى. انت راقد والله، راقد من وقت. اي والله. ما زين الا الجو، لو شفت الصبح فاتك الماي يا ابو محمد، داق العاف. والله يا محمد ماي عود مكبرها. سبحانك يا رب. هي والله خلاص عاد الحين ها. سبحان الله، الله رايد الا السمك يرتاح منه. يا مرحبا ابو ساري. جود مورنينج. الله 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 الله، شو هالزين. هلا ابوي، سلام عليكم. مرحبا السيافي. والله والنعم والنعم. هذا يدود ابوي من سويحان. ايه حاضر، ريحة سويحان فيه. قبيسي مكس، قبيسي على مزروعة. شوف الزين، خليط خليط جميل، خليط جميل. الله يسلمك بخير وسهالة. تو سار ابو محمد هناك يخدمون، ما ادري شو راعي حارث. راعي حارث هو انه شو شو يا ابوك ملك البحار، وهو ما غط ريوله من ينا لليوم، ولا ودن بيته. لا لا ايه ما الاسبوع ليه خطف قدامه. لا حينها راقد، ما يبالي كلام. ولد عمك كنت ادرابه. والله يشتوي. اقول لك حرام يني اول ما ادخل البيت ما اسير الا سيده جد الزراعه. سيده سير جد الزراعه، سيده هب ادمان في، ادمان الى درجه اخبال على الزراعه. نعم يا ربي يا ربي، يا هي حاله هاي روحها مشكله. اي والله إيه ما شاء الله استوى خلال الهنبة. هذا خلال الهنبة، خلال الهنبة، هذا هو خلال الهنبة. سبحانك يا رب. الله يطرح فيه البركة إن شاء الله يصمل. حليل هالسدرة بدأت مكبرها خلاص، عاد انتهى موسمها، انتهى موسمها كبير. بديت يلحب وحشي يمعنه، يمعنهن. هاي الحين اللي تشوفونه هذا حين ابوي يلم وينحط بيونيه، ولا في يونيه العيش، ولا ينلف بجرايد، مليون شغله له، مليون شغله. ماشي خمسة ايام، ستة ايام، ثلاثة ايام، يسمونه الانضاج. ينضج هاي الساعه كلته العرب، يغدي ماشي شراته. حتى هاي الذهبات تراهن، لكن نحن ما بنقطع الا بعد ما صفرت شوي لهن طرف. ما شيء يعيله، ما شيء يعيله، ما شيء يعيله. شوف هاي اكيد بهذه اصفر طرفها، لكن ما عليها عيل ان شاء الله. كان يقول هاي لها مره، هاي بهن ثلاث ايام في يونيه العيش، ولا في درام العيش، ولا المهم في مكان دافي. كانها مره بعد مصوجعه، هاي لازم الحين تنقص. ايون وحدة، الحمد لله احسن عن ماشي، احسن عن ماشي. حب مصوجعه بادي تبشر، بادي تبشر، لانها المصوجعه لصوجع الهنبة اللي تضرب الشمس القويه في ينب، واليمب الثاني غادي خضر فيخترب، هاك يسمونه مصوجع. لكن هذا مبشر، يعل عمرك طويل، يعل عمرك طويل، يعل عمرك عمر شعيب النبي، يا علي بن غانم بن حموده. هذا ابو غانم الله يحفظكم، هو اللي تشوفون البذر هذا الفيفا كامل اللي في البيت. هذا هو بادر لنا عنده في العين، عنده مزرعه، وانا ما عندي مكان ابذر فيه كبذر ويتحافظ عليه فتره اللي هو بذر لين غدي يعني الوحده طول الذراع. كيف؟ لأن موسم
موسمهن اللي بيزرع وقت الموسم لازم في محمي في بيت الجرين هاوس هذا، وهو عنده جرين هاوس وهوايته. فعلي بن غانم قال لي ما يهمك يا ابو محمد، انت عطني البذر وانا بتروح يا بتعبل. فاعطيته والله البذر وسواهم في قويطيات ليل غدا على كبر الذراع، وياب هند شهر 8 هب 8 شهر 9 في اول 10 عقب ما ظهر السهيل، عقب ما طلع السهيل يبناهن وزرعناهن في الارض. يعني هاب كلهم محطوطات ومغروسات في الارض على الموسم، فلذلك تلقط انتاجهن بيكون ان شاء الله جيد ونشأة زينة وقويات في الارض، لانها مزروعات على الوسم، كل شيء اي على الموسم اي زين. فجزاه الله خير ما قصر، تيمل السنة وان شاء الله ان الحول بعبي يتيمل. ما شاء الله ناشط في مجال الورود والزراعة والاشياء هذه، هو يعني روحه ما شاء الله عليه فاهم كبير في المواضيع هذه، يسوي تهجين وما تهجين يعني متعبل من الامور هذه هو. فهو على الله يحفظه ما قصر. هذا حينه كده مخمل وزاهب، هذا زاهب حين للاكل، ها رقم واحد هذا حينه سيده للاكل، هذا مره بالغ. الحين بنحط اللي من غير مال اليوم، وين مال اليوم؟ مال اليوم دخلته تحت تحت الشجره يعني. تحت الشقايا روحي يبن تحت الشقايا يلا انقفض 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 هذا حينه اللي توه ميوب، ها كأنك انكري ولا في ريح ولا شياته. الحين الله يحفظكم يتلف يلا لحبي بعد ثاني في زين ما زين. الحين ينحط في مكان دافي، في بخار في ستور في أي مكان، المهم ما يدخل هواء، ما يدخل هواء، أو في يونية أو في يونية يلف، أو في ينحط في درام العيش، ينحط في درام العيش أو المهم هالنموني غدي 3 أيام 5 أيام شوي غدي ريحته تضرب في خمرة الرأس. حين يأتنكم الله يحفظكم مناسبة من المناسبات الجميلة، ويقال عن عيد الأم ونحن نسميه أيام الأم والأخت والزوجة والعمة والخالة، كلها أعياد بأناسة وبفرح وبشراغة. نحن ما نخصص يوم معين نحتفل فيه للأم ولا للأخت ولا للزوجة أو للبنت، نحن أيامنا كلها كرم، وأيامنا اللهم لك الحمد كلها خير وفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. واحتفالاتنا ما توجف لا قيض ولا شتاء عن الأم وتقدير الأم واهتمامنا في الأم والأخت والزوجة والبنت وكل العرب. نحن طول حياتنا مبسوطين ولله الحمد، ونيا كدر كدر نعبر حال حال أي يوم من أيام الله يكون كتبة من الله سبحانه وتعالى أني قدرني يوم واحد كذا نفات، إيش المشكلة يعني عادي. لذلك تسوي مناسبات يوم الأم ويوم الشجرة ويوم الظلة ويوم الشمس ويوم الليتات ويوم الكهرباء ولا لا لا، هذا كله تشجيع. ذكرنا ذكرى تنفع المؤمنين، الإنسان اللي غافل عن أمه ذكروه، الإنسان اللي غافل عن ياره ذكروه، الإنسان اللي غافل عن فاتورة تليفون وكهرباء ذكروا ياك إشعار، ها ترى الوقت الفلاني بتنقطع عنك الكهرباء، نشب ويأدب ويكهرباء اللي عليك حسب ما تنقطع الكهرباء. هذا كله إشعارات. واليوم اللي يقولون لك يوم عيد المرأة ويوم عيد الزواج ويوم عيد هاي كل أعياد الله اثنين نحن ندريبهن، نحن ندريبه هذا، لكن هذا يعني رمسة عادية يعني أساس الإنسان يا أخي لفت نظر يعني. من عقب هالرمسة كلها أحب أن أطريكم شو الموضوع هذا. إنزين ليش كلمتكم أنا وخبرتكم عن هالموضوع؟ نون الله يحفظكم مسويين أبوي تخفيضات، التخفيضات تصل إلى 70%. أمك، خدك، خالتك، عمك يا يمناسبة
نحتفل فيها ما نحتفل فيها، نعطي ما نعطي، نحن عطايانا ما توجف على الهاليتنا الصغار والكبار. تروم ابوي عندهم بالاخص التكنولوجيا، قسم التكنولوجيا يبين سوع، يبين ايبادات، موبايلات، مكاين هاي مال الخلاطات، باورات بنك، شواحن، جايينكم رمضان ما تبون من هاي مال عصارات، عصارات، كوايات، يعني كتل مال قهوة مال شاي، شو يخطر في بالك موجود عندهم؟ شو يخطر في بالك هذا التكنولوجيا؟ ناهيك عن التلفزيونات، ألعاب الكمبيوترات مال العيال، البلاي ستيشن، كل ما يخطر في بالك. هذا أولا. ثاني أبوي لا تسيرون بعيد، عندكم بعد العطورات، وهذا المقرضين اللي يقولون لك هذا عدل وهذا مايل، ترى هاي أبوي ناس أبوي ما يعرفون عطورات اللي عندهم أصلية 100%، والميكابات كلها أبوي أصلية 100%، وعروضهن أبوي تصل إلى 50%. التخفيض اللي على العطورات الميكاب يصل إلى 50%، عروض بعد للأزياء رجال ونساء وأطفال بعد يوصل إلى 70%. أي الماركات اللي تشوفونهن لبس ريايل أطفال حريم يصل إلى 70، يعني اللي بمية درهم ب30 يا بلاش، مسوي لكم بيع اللص بخلص، لا تقولوا ما حد قالكم. وهالي تشسدون البضايع اللي يقولوا لك هذا أصلي وهذا ما بصلي وهذا ما أدري وين ميوب وهذا ما عليه قرنتي أبوي على بطنه وظهره، أي شيء يظهر من دولتنا عليه قرنتي، ما عليك مرة. هاي كلهم أبوي تشسادة سلع، هاي أبوي يبون روحهم يمشون سلعهم، يجيبونها بالغلا واليلة عثب إنه يبيعون اللي عندهم الغالي، ولا السامان اللي هم يابيلكم يانون 100% أصلي. اللي يقول ما بأصلي هذا كذب من حبة لين مشى، يكذبون مغرضين. هاي يبون يسمونهم ناس كسارة تسلع، ويمدح السوق ترى من ربح فيه، وهم يبون يبيعون بالغالي. شيب بيرضونكم تاخذون من مكان نفس البضاعة ويمكن أخيروا عليها ضمان وأرخص، ان بغيت الاواني، ان بغيت الجاكيتات، ان بغيت الوعيان، ان بغيت الدلال، قاصر عليهم يحطوا لكم دلال رسلان لهالدرجة. لكم ترى تعرفوا شو بسوي انا الحين؟ بنزل في ورقة في بوست معين كمية الخصم الموجودة واللي بترمون تلقطونها في موقع نون، شيء وايد زين وموافق وسعر يناسب جميع اللوادم، ومجبل رمضان وايام عيال ويايات مناسبات وايد، ومن اهمهن هو عيد الام. عيد الام عندك امك، خالك، عمك، اختك، كل اشي ما بلازم تتاخذ لها شيء بهايك الحكي، بتلقط ابوي اشياء مناسبه، الاسعار ابوي تناسب الجميع، تصل الى شيء من بضايعهم الى 70%، 70%، يعني وايد شيء موافق انا اشوفه وايد. ما عليك من هاي، لا تنسيرون بعيد، ترى وايدين يدخلون ابوي، هاي يسمونهم الذباب الالكتروني، يدخلون جميع المواقع، شو لاجله؟ هدفهم الوحيد تجسيد سلعه نون. هاي اللي جاي من برا، هاي اعداء ولا يتشاهدون ولا لهم لا دين ولا مله، هاي ابوي اعداء النجاح. نون شركة إماراتية سعودية ناجحة بكل المقاييس، اللي عذرب فيها يعذرب في عمره، اللي ذمها يذم بعمره، ما حد يبويه يكتبها بعمره شجي، حد يسب عمره. هاي بلادنا نون شركة إماراتية، ما بشركة فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد، لا، شركة إماراتية، شركة نون شركة سعودية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، هاي بلدان انتي مشتركات في هالشركة ومسويكم اللي ما حد سواه. شيء ما بيايزلك، أنا ما أقول كلكم وافقوا، لا، شيء ما بيايزلك ما شيء مشكلة، أرضاء الناس غاية لا تدرك، كل إنسان يسوي اللي يباه يا غير، ما تكتب على العام، ما تكتب كاشوفي عين شوفي قدام يهت الله وعالمه، ما حد يتشلح ويمشي في الشارع، ما حد يشلعن عمره ويمشي في الشارع،
يكشف حياه ويظهر قدام اللوادم. عيب عيب اكبر منقود قص خشوم ما يرضى لا الله ولا رسوله. شيء ما بيعزلك ادخل ابوي بكتاب تعليق بسيط على الخاص ما بعلعام حينه نحن ننصح اللوادم من غير البلدان من غير نلقط نسوي هالشيء في عمارنا. لا والله مكرمين ابوي نون واي حد ابوي شركته اماراتيه او سعوديه او بلاد مسلمين عليهم رضوان من الله. لا والله مكرمين لك و600 ودي كل ودي احط لكم كود واحد الودي هاي بنحط لكم كودين يعني بتحصلون الخصم من مكانين وبنحط لكم بعد السلع اللي عليها التخفيض ونسبه التخفيض كم هذا كله في بوست واحد ما يباله لا صدع ولا ديانه. نون ابوي في بلادك ما يازلك بتروم تغيره بتروم تسترد بيزاتك هب يعينك من آخر الدنيا بيقولوا لك رد أبوي وشحن مثل ما ياك. على فكرة واللي يتعاملون مع الشركات اللي من غير اللي من خارج الدولة أبوي هاي الله لا عادهم هاي أبوي تدرون أنتم مصالحهم وين تصب هاي تصب أبوي في الأعداء عدوان نما شي أبوي كلاب ميدعة كلاب ميدعة يبون كل شيء إلا لهم مثل جهنم هل امتلأتي قالت هل من مزيد. هاي الابوي اللي من غير الشركات ابوي خل ابوي على ما قالوا هل الكويت دهننا بمكبتنا بارك الله فيكم. ابن العرب يقولك والله نحن المكان هذا لقطناه ارخص هي ما عليه ارخص خذوه ارخص لكن يوم بيوصل عندك بيقول لك والله هذا شيبمنت مال التوصيل سعر التوصيل هذا يظهرون عليك اربع دبلات دون ابوي بلاش توصل لك إيه لين عقر دارك إن شاء الله تكون في داس إن شاء الله تكون في جرنين تكون في أرزنة تكون في بكشيشة في الضبعية في لو وين تكون حتى قمة زبوت هناك بيقول لك بلاش شي يخي عن البلاش ما البلاش أبوي كتر منه وما البلاش أبوي ربح بين ما شي شرات يلا. والله رقدت رقده يعني غير نمون بعد ما بمن رقدات العادية شبه طيحة حمالي أنثر سيئة البحر برغم من البحر أسبوع هذا لا شيء صيد ولا حد دش البحر ولا حد تعب لكن الجو يوم الخميس كان متعب لكن اللهم لك الحمد يا رب العالمين أرزقنا جو يوم الـ يوم الـ الجمعة يعني عشنا فيه أجواء وايد كانت جميلة جو يوم الجمعة سبحان الله كان جميل ووقت خومة وامطار وبراد وفي حركة يعني شيء كان وايد جميل. لكم صلاح ابوي وصل وصلاح من وصل حاشر لنا شو تريد الحين انت؟ لا صبح هي اسالون زين زين اول بعد لا الصبح اول تعالوا عندي انا صبح هي تعال الصبح وخلاف كنا بنظهر انت بسير الصالون وانا بسير اقطع التذاكر يلا هذه هذه وين يلا مول هذه مول زين ماشي مشكله بنقطع تذكره حقك انت وحق اسد زين بتوكلوا على الله بسير يوم نحصلنا يوم الثلاثاء ولا يوم الاربعاء ولا يوم الثلاثاء انا اقول احسن شو رايك زين احنا بنشيك انا عندي شغله في دبي اذا قدرنا نسوي شغلتنا في نفس الوقت اللي انت بتسافر فيه يكون اخير شو رايك شكرا. حروني لس البيت لا والله ابوي ريت لين الدلعشة الدلعشة ابويت الجم بتمرن بعين من الله خير اليوم برنامج بيكون ان شاء الله من عقب الجم عادة من بعد التمرين انا امشي تقريبا نص ساعة اليوم لا اليوم ودرت السيارة جبت وياي دريول وصلني وان شاء الله برد من الجم مشاي 3 كيلو 2.5 كيلو زينات يلا مشكلته الجوتي شوف حب الجوتي الدلاق من تظهر ريلك ها لقطتها في النصيفة قرب اللات ما بالريل بهنتين ريو بهنتين بس ريل وحدة سيريت كوج قدام وين الصبوع عم الزينات وانا من الغلاية بعد الدلاق 17 كان عليهن اوفر لكن اظني اغلاهن 17 نبو
اي والله. شو اللي يخليه يتكود قدام ما ادري به؟ والطوال هاي لاك ما يتكود عن قدام الا هذا. هل هالمشكلة عند الناس كلها ولا الا عندي انا؟ هاي يوم يقول لك لو درع مير شق جيبه، لو درع مير شق جيبه. الغلام حينه هذه وراي تحرى السيارة هني. تدري السيارة فين؟ أكيد لا. إيه ما يدري عاد إني بودي مشي. المهم أقولكم والله أخبار ما بنها مزعجة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا معزم إني أسير مصر أنا ومحسن، ومحسن فرحان إنه بيكون شو يوم الخميس عيد الأم، ومبسوط إنه بيكون بيصير حق عيد الأم عند أمه. وسبحان الله يوم الله ما يريد نصيب، طلع أبوي عندنا سيرة دبي يوم الاثنين. الاثنين لازم أكون في دبي. يوم الاثنين عندنا موضوع تمهيدي للشرح شيء مع جماعة، إن شاء الله بنعلن عنه عقب يومين ولا بكرة ولا ورا بكرة. تمهيدي لشيء بيطرح في السوق يوم الجمعة. الموضوع هذا شو اللي خليني أنا أروم أكنسل سفر وفرحان أسب ومزهب عمري ومسوي اليهده لجل هالسيرة؟ غير شديد القوي، المشروع هذا بيخدم فئة كبيرة أو 90 أو 100% من فئة التجار. تجار اللي يبيعون إلكترونياً بدل ما كل حد بحساب، وهذا موضوع وايد زين بينفع العرب كلها، كل إنسان تاجر كبير ولا صغير. التجارة اللي في البيوت اللي موضوعها اللي بنرمس عنه يوم الاثنين ويا الجماعة في دبي، هذا ينفع شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من المستخدمين اللي يبون يبيعون أو يبون يشترون. فبيكون الانطلاقة إن شاء الله يوم الاثنين بنعلن عنه ويا الجماعة، ويوم الجمعة بيطرح في السوق المنتج هذا. هذا أكثر شيء أروم أتكلم عنه. ويوم الجمعة بيطرح في السوق، وأنا ناوي أسير الأربعاء والخميس والجمعة ورد السبت، فما بيواحي فاختربت سيرة مصر. ما الله كتب إني أسير مصر، ما الله كات ولا كنت فرحان في السير كان تبون الصدق. والله يا أبوك ويني مبسوط إني بسير، عدي بها من العام ما جيت مصر. مصر من النوع اللي ما أصبر عنها، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. ما أسمعك محسن. البيت تبع محسن ما ببعيد؟ لا مش والله يا راجل. يعني انت من متى تلبس كوتش؟ الله يرحم الله يرحم الله يرحم. اقولكم سبحان الله تكنسلت السيره. هذا متى؟ يوم الاثنين. يوم الثلاثاء بكون في العين من الصبح لين المساء، من الصبح لين المساء. يوم الثلاثاء بكون في العين، عندي ترتيبات وشغل وعندك ودونك. هذا يوم الثلاثاء بطوله بكم من صباح الله خير لين المساء. مساكم خير ونور وسرور وبركه من رب غفور. اليوم شيء خروفه، خروفه خياليه وجميل وفنان وما شي شراته. المفروض ما اقول لكم اياها في الليل، لانها والله انها الغصه، هي القصه يسمونها الضبع. شو اسمها؟ الضبع. ان شاء الله كما بحينه انا عندي شغيل خيبه نامس، عندي شغيل ويا ابو ابراهيم المهندس منهل، وياسين نخلص اوراق ومعاملات، وعندنا ودونك عندك ودونك وشغيلات. من اخلص ان شاء الله بعدلكم قصه الضبع، خروفه خروفه الضبع. والقصه هذه الله يحفظكم، قصه الضبع مستوي في وين؟ في الشارجة. بنعد لكم خروفة الضبعة كاملة من طقطة. السلام عليكم، بتعيبكم فنانة كما بالحينة. الحين عندي أنا مهندس أبو إبراهيم محمد، إيه ياسي، عندنا أوراق معاملات نخلص شغلنا، نرتب أبوي مواعيدنا
وان شاء الله ابو ابراهيم في فرصه هالكم من يوم حق شرق ولا غرب. على فكره طلع لي فرصه توه. لا 3/4 ان شاء الله. ايه 3/4 تقدر تسافر. ايه تاريخ 3/4 ايه. نقدر نسير مصر. بنسير بيكون شو من الايام؟ يوم الثلاثاء يمكن. ايه 3 والاربعاء والخميس والجمعه برد السبت. 4 ليالي بخمسة ايام ان شاء الله بتكون سيرتنا مصر. الحمد لله ما عندنا لا موعد لا معرض لا تغطيه شرق ولا غرب ولا عندك ولا همك الله ولا شياته. ونسير انا ومحسن ان شاء الله بتازم السيره. وصراحه ان شاء الله اسبوع هذا بيسافر امريكا هيوستن هو مع اسد. امور طيبه وكل شيء زين ومن اروع ما ابو ابراهيم تقدر نخبر الجماعه عن سيرتنا ورا بكره. نبدا حين ابلكيشن علشان ها بنغطي ابلكيشن يهم اصحاب المتاجر اصحاب التاجرات واصحاب اللي عندهم تراخيص تاجر ابو ظبي. كل الناس اللي عندهم تراخيص تاجر ابو ظبي هذا الموضوع جدا يهم. بس ابو ظبي موضوع جدا لا ابو ظبي الامارات والسعوديه. الامارات والسعوديه راح يعم الامارات والسعوديه الابلكيشن يغطي كل الناس اللي عندهم تراخيص لا منتج منزلي. لازم او اللي عندهم منتج متوسط يعني شيء بسيط يقدر يدخل بهذا الابلكيشن. يعني شيء مميز حلو ان شاء الله وسهل للسهل الاستعمال جدا بسيط. زين بارك الله فيك. هالي خبرتكم عن مساوي المظهر من النادي وكم عندنا شغله بنصير دبي. سيرتنا ان شاء الله دبي بتكون ورا بكره لجل هالموضوع ان شاء الله. واللي عقبه ان شاء الله ان شاء الله الامور طيبه كل شيء زين وفنان وماشي شراته في الدنيا الاولى. ابوي تاريخ 3 بيكون يوم الاربعاء بنيس الاربعاء والخميس والجمعه والسبت. يمكن نرد اللحد الروما نرد اللحد نيس 4 ليالي بخمسة ايام ان شاء الله. والسكن في نفسه وبنسوي كل اللي نحق لنا ان شاء الله. من الحين بنسوي الحجوزات نفتك من الصدع والديانه. الضبعه حيوان مفترس مؤخرة تواطية راسه منتهض من قدام صدرها وراسه غير جالبوت منتهض وراها منخفض. الفرو فروة الضبعة خشنة وشكلها كريه وتظهر صوت مزعج زيادة على اللزوم. فلذلك مكروهة من أول الزمان وتلاياه. ساعات لا دمية وشوف شخص غير مرغوب فيه طلعانك الضبعة. والضبعة تقال عن الذكر والأنثى ما بالضبع وهذاك الضبعة. لا الضبعة كلمة الضبعة تطلق على الذكر والأنثى. بارك الله فيكم. شيء عامل مشترك بين الضبعة والنسر أن غذائهن الرئيسي على الفطايس. وين الفطيسة بتلقط الضبعة موجودة والنسر موجود. في دولة الإمارات في سالف الزمان الأول اشتهر توجد حيوانات مفترسة مثل النمور. ويوجد الله يحفظكم عندهم موجود بعد في الإمارات الضباع والثعالب والذيابة. هذا شيء مفروغ منه. الضبعة اللي نحن بنرمس عنها اليوم غير عن كل الضباع اللي معروفات واللي الناس تعرفن. حجم الضبع العادي حجمها شرات الخروف ولد 4-5 شهور. غير الضبعة هذه حجمها كبر حجم العيل الحولي. يعني كبر الخروف باربع وديات حجمها وشكلها كريه زيادة عن الضباع الباجيات. شينة بطريقة غير نمونة. من المتعارف عليه ان سائر الضباع كلهم متوحشات. يا غير الضبعة مكان حديثنا اليوم اللي نربس عنها ضبعتنا هذه غير هادية ومطيعة وفي الشوفة وفي أمر منه ليركبها علما بأن الضبعة ما تركب. يا غير الضبعة هذه بالذات تركب الرجال يركبها. حين بخبركم عن قصته. من المتعارف عليه الإمارات وغير الإمارات في أي بلاد في الدنيا العودة لازم شيء سحرة. لازم البلاد المكان الفلاني شيء ساحر والمفريج هذاك فيه ساحر المكان هذاك فيه ساحر. كلكم تعرفون وكلكم تدرون في كل الخليج وحتى في العالم كله في كل العالم يوجد سحرة ساحر ما يبغي له كلام. فلان ساحر يعرفون ان هذا الفريج
في ساحر يا غير الساحر هذا ما يضر أهل منطقته ولا يضر الناس اللي ما حد سواله ما حد يدوس له على طرف ما بيضره لأنه يمشي في حال سبيله ما يخصه في الوادم. وكل ساحر من هالسحرة في أي بلاد ما يمارسون سحرهم هذا اللي هم يستعملون يعاملون السحر إلا بويه مجين جو فلوس ما يسوي سحر لأي إنسان مبيه إلا كان مدفوع الثمن ما شيء يعني ساحر يقدم خدمة بلاش شيء بلاش ما يسوي الساحر أول يقبض بيزات ترى حتى السحرة شيء ساحر اجتماعي وشيء ساحر كلب مقطف لذاني يناهشي نوبة نسر شرات حد من العرب يا غير الساحر هذا نحن اللي نطريه ساحر اجتماعي فنان زقرتي احنا نحن اللي نطريه ونخبركم عنه هذا ساحر من السحرة الكبار وعايش بوي في الشارجة في منطقة يقال عنها المصلى وين سكنته الله يحفظكم بين بيت حياة حسون زواد وبيت حياة سعود بن شامل في النصيفة شي سكة وفي آخر السكة شي رولة كم أكبرها في طرف الرولة شي باب الباب هذا هو بيت الساحر هذا الساحر العودي خبرتكم عنه الساحر هذا الله يحفظكم في طبع غريب يمتاز بأنه هادي وصاخ ولا يرمس جليل الرمسة والرمس يرمس شيء جليل ومن طبعه ما يظهر للقايلة نص النهار القايلة الطير ما يطير وقيض الشارجة يا سلام سلم يطرقع الحصى الساحر هذا الله يحفظكم عنده الضبع هذه اللي خبرناكم عنها الضبع هاي العودة يركبها ويحوط ابوي الدنيا هاي كلها يحوط الشارجة سكة وفريج ما يخلي فريج ولا عويسات يخط جدا بيوت قوم النومان يوصل حتى لين اللي والخان فوق هايش الضبعة ويركب الضبعة دباري من المصلى يحوط الدنيا هايش كلها ما يصير بعيد عن الشارجة بس في الشارجة وما حاشحوش الشارجة الخان اللي شرق غرب المهم في حدود الشارجة ما يظهر يمتطي ضبعه ويركب على الضبع دباري يعني قدام ورا يعني ظهره مشاهد علباها يركب الضبع دباري يعني يعني ويهه ما ادري شو دباري ترى اللي يعرف منكم الدباري يعرف دباري واللي ما يعرف له كان بالهذا بالمال الرمس الحديثه انه يعني بشكل عكسي يركب الضبع بشكل عكسي ويهه جدا مؤخرة الصدر ويهه جدا مؤخرة الضبع وظهره جدا راسه ورقبة الضبع هذا الركوب دباري يسمونه شو الله يحفظكم تتغدى عليه الضبع غادي كم كبرها بلاد من كبرها كبر العيل ما تاكل ولا تشرب الساحر يوم يحيد العرب ابويه قيلت رقدت هوير وداها يطعمها شو يطعمها غير عن الطباع كلهن يوديها المعشره المقبره وينبشون قبور الاوادم وتاكل من جثث الاموات حسب شي قاعد يبوه كبر السياره ولا طبع فقيره هالكبير لكن هاي من كثر اكل الاوادم الاموات الناس يدفنون ميتهم وهي بويه تخالف تنبش القبر وتسرط ابويه الميت والساحر ها ساحر المصلى هذا يعد من اكبر السحار والسحرة اللي في وين اللي موجودين في سنتي الشارجة هاك الايام ترى السحرة ما بالله في الشارجة في كل بلاد واللي يقولكم ماشي سحرة هذا يكذب كذوب ما حد يكذب عنه الساحر في كل مكان شيء سحار في الباطنة في الصحار في نزوة بهلة السعودية الكويت العرب هايلاك كل بلاد أبوية عندهم سحار شيء السحرة في كل مكان لكن
الساحر هذا بالذات، ساحر الله يحفظكم، هذا كبير السحرة، أكبر ساحر، وأي ساحر في الدولة كاملة من شرقها لغربها ما ييسر يحرك ساكن إلا رد الشور على ساحر المصلى. ها كبير السحرة، هي نعم كبيرهم علمهم السحر، هذا أبوي ما حد ييسر، أي ساحر من السحرة يحط شج خيط في ابنه إلا أول ما أخذ الشور والعلم والخبر من عند كبير السحرة هذا. اسمه شيخ السحرة، شيخ السحار. ويونه أبوي في وقت معلوم من حول لين حول كل السحرة، اللي أبوي من نزوة واللي من بهلة واللي من روس ليبال واللي من اللي بقع هذه كلها أيون أبوي لين الشارجة، ويدون له فروض الولاء والطاعة وما يون خرايا، لا محملين مما لد وطاب، أي لا يخلون فراري ولا يخلون طيور ولا يخلون أبوي ذباح ولا يخلون أبوي، من كل ما تشتهي النفس يبون حق الساحر العود يدورون رضاه، لأن شيخ السحار هذا ما بساحر عادي، شيخهم كبيرهم. مثل ما قلت لكم يركب أبوي الضبع دباري نص النهار ويلف الدنيا هاي كلها يحوطها، يقرز الحرفجان فريج فريج، لكن يا ويله يا ظلام ليله اللي بيشوفه وبيضحك، ترى شكله مضحك انك تركب ضبع دباري شيء مضحك هذا، لكن يا ويله يا ظلام ليله اللي لو يبتسم بس ابتسامه بينقصف اجله، ويخطف بين الفرجان والدكاكين والحفيزات والمحلات، ويخطف ابوي على الفرجان كلها وهو واثق كل غرور وكل عنجهية، والله ولا يرى الناس، ما كأنه مسوي شيء منكر، ترى انك تركب الضبع دباري هذا يور وهو يسوي هالشيء ولا بهام منه، والله ولا كأنه مسوي ادنات الدوم مليور، علما بان الشيخ السحرة هذا قبيح، عيونه مفنيلات، عيونه فنايل قاديات من كبرهن، وعبرة ما يتشاهد نكرة الانكر. ويوم بيركب أبوي الضبع دباري لازم عصافي ديه، ويوم هو يخاف جلال العرب يلس يلاك الشم بعصاه، والدمه وابوه ما يتنطق يقول حرف، أبرز للجماعة اللي هو يخاف جداهم من شرق وغرب إني يعني مثل التحدي، يراوي الشم بالعصا يتريى واحد منهم يتنطق بحرف كلمة ما حد ينطق، واثق من نفسه، والناس اللي من غير ابوي متروعين، تروع ساحر، حددوا الساحر على طرف. وكل يوم ابوي على هالمنوال، يوم يعديه نص النهار القايله الطير ما يطير، ركب ابوي الضبع دباري وسوى الجوله هاي كلها، حاط ابوي الشارجه مكان مكان، ويرد ابوي لين بيته كل يوم الشهر 30 ليله على هالمنوال. هذا البرنامج ماله يوميا. الساحر هذا مثل ما قلت لكم هذا ما بشين وايد، هذا كان شين شين اهل نفسه، يغير اي حد بيي محتاي، حد ضال منه، حد مسوي له شيء ماكل حقه ولا داس له على طرف، يساعد الناس كلها بدون تردد، ياخذ حق الانسان الضعيف من الانسان القوي، ويرد خير اذا حد ما اخذ من حد شيء ولا شياته، صار لو مطع عنك كاشوفي عين شوفي نص النهار ورده للماخوذ الحق منه، يعني راعي حق وحقاني، وينصف اللوادم كلها اللي تشوفونه بالرغم انه كبير السحار. هنا يشتكون كان حد ساحر انهم ولا شياته، يفتش السحر لواقع على الناس هاي المساكين حليلهم، لانه هو كبير السحار، وهي لك السحره اللي من غير يسحرون الوادم اللي من غير، فهذا يوم بييه المسحور فتش عنه السحر وبرخ بلاش، لا بيز ولا محمديه، ربي ما يدفع. شاع وذاع صيت الساحر هذا في كل القرى وكل المدن، ازمه تتيه العرب حتى من ببقره، ايونه حتى من ببقره، ايونه من كلبه من الخور من
من كل بقعة، من كل بقعة تعنى له الساحر العرب، شاع صيته في كل أرجاء المدينة. إلا هو شاع صيته وسمعته الضبع، لأن الضبع غريب حجمها. لكن أكثر الناس قررت وعرفت واجتمعت الآراء كلها أنه هو يستمد قوته من الضبع هذه. ومن الرمسات اللي استوت هاتش الأيام أنه يقال يقولون أنه سر قوة الساحر هذا في أنه طوع وخلاها تغدي أنسية الضبع هذه، أنها قدت توالف وأنها ترتب الضبع وترتب، هاي روحها مصيبة. الضبع وترتب دباري ويحوط بها الدنيا هاي كلها، هاي روحها يا أبوكم معجزة عبارة. الضبع هذه دون عن ضباع الباجي تعتبر من أشرس وأقوى مطايا الين، لأن الين ما يستعملون المطايا العاديات، لا الحمير ولا البغال ولا الخيول ولا الرجاب، مطايا الين الضباع. الضبع هي مطية اليني، لكن ساحر يروض ضبعه، فلذلك استلهم القوة منها هي. واللي فيه حب وحيل وقوة ان يروض الضبع هاي العودة ياخذ ابوي ويحصل على رضا شيخ الين. انك انت تحصل على رضا شيخ الين، هاي روحها شيء، هذا روحها شيء وايد كبير انك انت مرضي شيخ الين. ترى لا تصيرون بعيد، ترى قلنا لكم ترى خروفه شو بعد الحين يا رب الحين بيقولوا يلا بالستر خروفه هم خراريف الاوليات. انزين انك انت تروض الضبع هاي العوده، تاخذ ابويه الله يحفظكم، اللي بيروض الضبع هذه ياخذ رضا شيخ الين وكبير الينانوه، وانت يا الساحر. فالينانوه يمدون الساحر بقوه خارقه، يخلون ابوي ينطح ليبال، يخبق ليبال من الطرف هذا ويظهر من الطرف هذاك، تي قوه ما ولا عن ابوه ولا من يروم يروض ضبعه ويركبها دباري ويحوط الدنيا هاي كلها وويه على ما تشوفون. الله المستعان. علته هذه هو اللي سواها، روض الضبع هاي العود، خذ ابويه عهود ومواثيج غلاب ما شيء غلط عنهن من الين، من كبار الين وشيوخ الين. خذ ابوي عهود ومواثيج ان يمدونه باللي يبا اي شيء كان. الروفة هذه الله يحفظكم ما لها اي مغزى، اللهم يعني قصة من قصص الاولية، وكان هذا الشيء يستوي في كل البلاد. ونحن يبنى اليوم الرمس هاي الخروفة ما لها هدف، اليوم ما لها أي هدف، إنما بس نخبركم اللوادم شو تعدم الخراريف الأول وشو يخرفون عيالهم عسب ما يظهرون في الليل ويجلسون في البيوت، هذا القصد. لكن الخروفة هاي ما لها أي هدف تاني، مش هادفة يعني، ما لها أي شيء الواحد يستفيد منه غير تقصير دوب وضحك السوالف وبس. يلا صبحنا عاد على خير، سامحونا عاد على الإطالة، نرمس وياكم بكرة إن شاء الله.